مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة عليكم. النهاردة التلات تلاتة تلاتة، تاريخ كده مميز شوية. يا رب يبقى يوم حلو عليكم وباقي الأيام كلها إن شاء الله خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. قبل ما نتكلم على الموضوع بتاع النهاردة، لأن هو موضوع حلو جدا بيهم كل البنات وكل العرايس والميك اب والشعر، وانتوا عارفين طبعا احنا في برنامجنا دايما بنهتم اكتر باكتر حاجات بتخص المرأة وجمالها وصحتها وشكلها. بس الاول عايزة ارحب بزميلتي هاجر. ازيك يا هاجر؟ اهلا بيك يا نور، واهلا بكل مشاهدين سحر الهوانم. زي ما نور قالت ان احنا في سحر الهوانم، لان سحر المرأة في جمالها وشياكتها وانوقتها وثقافتها، احنا دايما بنحرص ان احنا نجيب فقرات كلها عن العناية بالشعر والبشرة وعن ثقافة المرأة في التعامل مع مجتمعها ومع اطفالها. علشان كده احنا جايبين لكم النهاردة فقرة عن العناية بالبشرة والشعر، معانا خبيرة التجميل سارة عبد الباسط. اهلا بيك يا استاذة سارة. اهلا بحضرتك يا استاذة، منورانا يا سارة. الاول انتي طبعا واخده مكان مستقل بيكي، صح كده؟ ومسمياه بيوتي سنتر ساره عبد الباسط، مسمياه على اسمك، صح كده؟ طب اشمعنى اخترتي ان هو يبقى اسمك، ما اخترتيش مثلا نيك نيم او اسم مختلف؟ كنت حابه اشكر والدي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لانه اكتر حد شجعني ان انا اشتغل في المجال ده من بدايه مشواري، يعني اعتزازا باسمه بمعنى الاصح. وكمان كان اختيار حبيبه قلبي وصديقه عمري نيره راضي. زميلتك. طب قولي لنا بقى، انا عارفه ان انت خريجه علوم، الدراسه فادتك في مجالك؟ طبعا فادتني. ازاي اعرف افرق ما بين ازاي لما امسك منتج في ايدي اعرف الماده دي اذا كانت حمض، اذا كانت قلوي، اذا كانت الماده دي لما احطها على شعر العميله او على بشرتها هتفيدها هتضرها، إيه على المدى البعيد اللي هيحصل، كل حاجه تخص المجال ده طبعا فادتني في المجال. يعني دوت فعلا اثر على ده، يعني في ناس بتبقى مثلا واخده الموضوع شويه ايه، مش دراسه او كده، بتبقى واخداها حرفه، هي كانت هوايه في الاول. حاجه تتحط على حاجه تعمل مشكله، وما يبقوش عارفين ايه المواد اللي تنفع مع بعض او ايه اللي يناسب مثلا نوع الشعر ده او نوع البشره دي. هي كانت هوايه في الاول قبل طبعا ما ادخل الكليه وكده، وبعدين لما دخلت الكليه بقى وتعمقت في المجال اكتر، لقيت طبعا يعني هي مش ممارسه بس، لازم طبعا اشغل دماغي، اشخص الشعر اللي قدامي، استفاد طبعا من دراستي، الماده دي حمض، الماده دي قاعده، ازاي استفاد منه طبعا في مجال شغلي، وطورت نفسي الحمد لله لحد لما وصلت. انت بقالك قد ايه يا ساره شغاله؟ حوالي 7 سنين تقريبا. ما شاء الله شكلك صغير. ما شاء الله عليكي. طب انا عارفه ان انت بتعملي جلسات اسمها ريلاكس وي. طب قولي لنا ايه الفرق بينها وبين البروتين؟ ريلاكس هي للشعر؟ طب هو انا عايزه اعرف عشان اسم غريب شويه، اسم غريب يعني عليا. كلنا مش فاهمين، كلنا عارفين البروتين، انما الريلاكس وي دي حاجه جديده. الريلاكس هي ماده علاج وفرد. الزياده فيها عن البروتين ايه؟ انها غنيه باحماض امينيه، غنيه بمواد مرطبه، غنيه بفيتامينات، غنيه بزيوت طبيعيه. زي ايه مثلا؟ فيتامين البي 6، فيتامين بي 12، زيوت طبيعيه زي زيت الارجان، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللافندر، كولاجين، كافيار، دي مواد مرطبه. احماض امينيه زي حمض، دي اللي هي بدائل الفورمالدهيد اللي موجوده في البروتين. كل الناس طبعا دلوقتي خايفه من البروتين لان في فورمالين على المدى البعيد، الشعريه لو طبيعيه او كويسه على المدى البعيد بتلاقي الجذور طالعه، مش على عكس طبيعه الشعر تماما، الجذور بتبقى طالعه مكسره، بتحول الشعر من حال لحال تاني خالص. يعني لو الشعريه مفروده وحلوه بتخليها افريقي. الريلاكس بقى بيخلي الشعر اللي طالع متعالج بنسبه 70%. يعني حتى الشعرية الجديدة، مش الشعرية بس اللي انا عالجتها، مش اللي موجودة بس، ده اللي طالعة كمان، اللي طالعة كمان بتبقى طالعة متعالجة بنسبة 70%. مادة الريلاكس بقى بتحتوي على ايه؟ احماض امينية زي ما قلنا، زي حمض الجلايكو اكسيليك اسيد، حمض الاوكسي اسيتاميد، حمض الكربوسيستين، بالاضافة طبعا للمواد المرطبة اللي انا قلت عليها، الكولاجين، الكافيار، الكولاجين البحري، كل دي طبعا المحتويات بتاعت مادة الريلاكس. فعلا مجال دراستك حتى وانت يعني انا معجبه قوي، انت رابطه فعلا ما بين المواد العلميه وما بين يعني ايه الاساليب او المصطلحات الدارجه اللي الناس كلها عارفينها. حتى اللي بنشتغل بيه إيه مثلا، يعني ده بعد التشخيص طبعا، بعد ما العميله بتدخل لي وبشخص الشعر، الميكانيزم اللي بنشتغل بيه بعد كده ان الماده اللي هشتغل بيها اللي قبل، يعني الشامبو اللي بغسل بيه قبل الجلسه لازم يكون قلوي.
عشان يفتح رشف الشعرية. طب بعد الجلسة ما انا بحط مادة حمض عشان تعادل القلوي اللي انا حطيته، فبالتالي انا هدخل دلوقتي، انا دخلت مادة حمضية عدلت لي القلوي، فبسهولة بتدخل قوي بتعدي، بتكسر طبقة الكيوتيكل وتعدي لطبقة الكورتكس جوه الشعرية لحد ما تدخل للنخاع، النخاع الشعرية. بتدخل بقى لجزيئات السيستين جوه، بتكسر الروابط اللي جوه، سواء بقى روابط ملحيه، روابط هيدروجينيه، روابط كبريتيه، بتكسر الروابط دي وبتعيد ترتيبها تاني. طيب قولي لنا بقى عن تشخيص الشعر قبل الجلسه، وايه المراحل اللي بتمر بيها الجلسه مثلا بقى. يعني اللي جاي بتكشفي عليهم ازاي انت؟ يعني انا حاسه ان تخصصك بتمسكي الشعرايه كدكتور بتكشفي عليها وتشوفيها، يعني بتكشفي عليها ازاي وتشخصيها ازاي؟ بتدخلي العميله طبعا بشوف شعرها اذا كان في اتعمل فيه حاجه قبل كده، بتناقش معاها طبعا، بعرف اذا كانت عملت شعرها حن، عملت شعرها بروتين قبل كده، ايه عملت فرد ايطالي، الحاجات دي كلها طبعا بتاثر في الجلسه بتاعتي. بشوف طبعا سمك الشعرايه، الشعرايه دي مجعده، الشعرايه دي خشابي، الشعرايه دي رفيعه، الشعرايه دي سميكه، إيه عدد طبقاتها، نسبه البروتين فيها، إيه عدد الروابط فيها وقوه الروابط، زمن ترك الماده على الشعر، التلامس، الحراره، الحراره بتاعه البيبي ليست، المكوى جدا يعني تبعي كل خطوه عندك بيها الشعرايه. طبعا في وقت زمن ترك الماده على الشعر بيختلف من كل شعر، كل عميله عندي الشعرايه الضعيفه دي ما ينفعش اسيب عليها الماده اكتر من ساعه، الشعرايه السميكه دي نسيب لها الماده ساعه ونص، الشعرايه الخشبي دي طبعا بتتساب ساعتين طبعا. يعني كل شعرايه ليها نظام. طبعا. طب انا عايزه بقى اكلمك على طبعا مشكله تقريبا عند 3/4 البنات والستات، الهيشان والتقصف والمشاكل دي، بيبقى ايه اسبابها وازاي نعالجها؟ اسباب الهيشان والتقصف والحاجات دي بتبقى سوء استخدام للمنتجات، زي مثلا ايه؟ الشامبو كلنا بناخده نستخدمه. احنا معانا صور برضو، هي صوره تقريبا دي، دي صبغه ولا دي بروتين؟ دي بروتين؟ لا دي صور للصبغه. دي صبغه. تمام. طب بما انهم حطوا دي جلسه ريلاكس، جلسه ريلاكس، جلسه ريلاكس الطفله. طفله يعني هو مفيش مشكله ان يبقى الاطفال مش مضر عليهم، يعني الجلسه دي اكتر امان، امان جدا على الاطفال والحوامل من اول شهر. ما فيهاش اي ضرر، كل المواد اللي احنا شغالين بيها امان الحمد لله. كل المواد اللي انت حكيتها لنا عليها بالتفصيل دي امان للاطفال، يعني جلسه الريلاكس غير البروتين بتبقى امان للاطفال جداً. طب والبروتين مش امان للاطفال ولا؟ البروتين حتى لو ما فيهوش فورمالدهايد بيبقى فيه ماده اسمها، هي ماده مرطبه اسمها ماده البانسينول دي، لما بتعمل لها هيدريشن على الحوض اما بتتغسل يعني، وانا بغسلها بقول للعميله قومي اغسل لك شعرك، الماده دي بتتحلل بالميه يعني بتتفكك وتطلع لي فورمالدهايد او فورمالين، ده مؤذي جدا. حتى انا لو قلت ان الماده دي ما فيهاش فورمالين فهي فيها بنسينول، لما بيتعمل له هيدريشن بالميه بيتحلل وبيديني الفورمالدهايد. يعني الامل للاطفال هي جلسه الريلاكس واي. دي برضو ريلاكس يا ساره؟ دي جلسه ريلاكس، دي برضو ريلاكس. بتفرق يعني، شوفي علاج مش فرد بس فارق في شكل الشعرايه. طبعا. طيب ودي ايه بقى؟ دي صبغة. طب اسباب بقى تساقط الشعر، يعني برضو انت احنا اتكلمنا على مثلا الهيشان ممكن بيبقى سوء استخدام، التساقط بقى طبعا انت برضو بيبقى في ناس كتيره الحجاب مثلا بمغطيين شعرهم فتره طويله، فازاي ممكن مثلا يحافظوا عليه او ده ما ياثرش على تساقط الشعر او مشاكله بقى الكتير؟ التساقط اول سبب من اسبابه، ودي دايما اللي اقولها لاي عميله، تبقى اسبابه نفسيه. ممكن تكون نفسية العميلة دي مش كويسة فتقول لي سارة، هو المعدل الطبيعي للتساقط من 50 ل 100 شعرية في اليوم. ده المعدل الطبيعي. فلما بيزيد عن كده بنعمل جلسة تساقط، أنا بعملها للعميلة أول ما بتدخل عندي، فلما بلاقي الموضوع زاد قوي فبنشوف بقى يعني هي نفسية العميلة وحشة، في ضغط نفسي. طيب ما لقيتش في ضغوط نفسية أو مشكلة عندها هي، فبشوف مثلا بقول لها اعملي مخزون حديد، اعملي تحليل فيتامين د، برضو تخصصك يا سارة. اعملي لي تحليل الانيميا، لازم طبعا اشوف كل التحاليل دي، وبعد كده ايه اقول لها اذا كانت دي حاله مرضيه او بتبقى مثلا ممكن صدفيه في الشعر. دي طبعا بالكشف على شعر العميله بيبقى ليها اعراض معينه كده، انا بقدر ايه
اشوفها وانا بشخص الشعر. ممكن سوء استخدام مثلا للشامبو، الشامبو ده ما ينفعش يتحط على فروه الراس، الشامبو الحاجه الوحيده اللي ينفع تتحط على فروه الراس. البلسم على الشعر نفسه، البلسم على اطوال الشعر. دي جديده انا ما اعرفهاش بصراحه. الشامبو الحاجه الوحيده اللي تيجي على فروه الراس، البلسم وحمام الكريم على الاطوال. يعني لو جه على فروه الراس ممكن ياذيها. طبعا بيعمل قشره، بيعمل دهون، والدهون تعمل قشره ويعمل تصوف. تمام. طب احنا كنا شفنا صور لصبغات الشعر. تكلميني بقى، يعني في طبعا الوان بتبقى طالعه موضه، بس ممكن تجي لك عميله هو مش هيمشي معاها، او اللون ده ممكن يبقى مثلا تقيل على شعرها او كده، بتتكلمي معاها ولا بتعملي لها طبعا اللي لازم اقنعها باللون، هي بتوريني اللون. طبعا الصبغه كمان ليها تشخيص. تشخيص الصبغه لا كده كتير. قبل يعني مش كل نوع صبغه بتمشي مع الشعر كله. ولا ايه؟ لا انا شغاله اولا بماتريال لوريال. لوريال بروفيشنال. فاحنا لينا تشخيص في الشعر، هي لو عامله صبغه قبل كده فبدخل بشوف شعرها. طبعا بشخص الشعر، درجه الجذور، درجه الاطوال والاطراف، حساسيه الفروه، حساسيه الشعر، نسبه الابيض في الشعر، اللون المطلوب. فانا بجمع الداتا دي كلها معايا في ورقه، وبعدين بنبتدي انا وهي نختار اللون مع بعض. مثلا هي عايزه درجه فيها تفتيح، فانا عندي بدايل للتفتيح بالبودره، عندي صبغه اسمها هاي ليفت، دي بفتح بيها، هي بتفتح لي الشعر الاربع درجات بدل خطوه. تمام. اللي هي زي ما بيقولوا سحب اللون، سحب اللون بدلها. صح كده. طب لو نفترض انها عندها حساسيه دي بنعمل معاها ايه؟ يعني بديها اسم مرهم. طبعا انا بعمل اختبار تحسس على الفروه، كشف وصبغه. بعمل كشف اختبار تحسس، وطبعا كل عميله بتبقى عارفه طبيعه شعرها. يعني الشعريه دي مثلا هي حصلت لها مشاكل قبل كده، لما بتجي لي بلاقي في احمرار في الشعر، في مشكله. فبسالها، بتبقى عارفه طبيعه شعرها. فبقول لها مثلا الشعريه شعرك متحسس، استخدمي المرهم ده لو هنعمل الصبغه. وبحاول انا ابعد عن الروتس او الجذور سنتي او 2 سنتي عشان ما اذلها الشعره. بنقعد نختار مع بعض اللون، بقنعها باللون. لو هنعمل خطوه السحب دي بحط طبعا ماده سمارت من شركه لوريال برضو. هي بتحافظ على روابط الشعر، ما بتخليش الماده تدخل تكسر روابط الشعر وتسبب لي هيشان وتقصير وحاجات من دي. درست الكيمياء في كليه علوم، دي اللي خلتنا كده طبعا. يعني انا قاعده فعلا حاسه ان انا بسمع معلومات جديده، وفي نفس الوقت بشكل علمي، مش اللي هو مثلا كلام وخلاص، او لا انا يعني عارفه ايه بتحط على ايه وايه ينفع مع ايه وامتى. طب انا عايزه انقل بقى للبشره. يعني خلينا ايه نروح على البشره. تنظيف البشره بقى، هل هو في البيت زي ما بيتعمل بره؟ يعني في ناس بتكتفي بالبيت مثلا وجلسه بخار في البيت وخلاص، في فرق بين الاثنين؟ تنظيف البشره مراحل. يعني ممكن عميله تعمله عندها في البيت وبتعمله بيرفكت، يعني تعمل حمام بخار عندها في البيت باي طريقه، في اجهزه بخار صغيره، او ممكن تعمله في حله على النار وكده. بقى الطريقه كده يا زهر. يعني هي بتحط ميه على النار، او الجهاز الصغير اللي هو بيشتري من اي مستحضرات تجميل ده. دي الخطوه الاولى. بتفتح مسام البشره بالبخار. وبعد كده بقى، يعني لو عندها الابره اللي هي بتطلع بيها البثور دي، بتبتدي هي تطلع البثور. بس طبعا يعني اللي شغاله في مركز تجميل بتبقى عارفه الخطوط البيضه اللي بتطلع من البشره، عارفه البثور، عارفه الدهون. بعرف اتعامل مع البثور او الدهون او الخطوط الرفيعه البيضه دي، بحيث ان انا ما اذيش البشره، او ما اعملش كدمات، او ما اعملش يعني مشاكل بقع فيها او مشاكل بعد فعلا كده. انا حاولت استخدم الابره دي قبل كده، عملت كدمات في مناخي، يعني بتوسع المسام. وفي يعني كمان لو ما عرفتش اتعامل مثلا، انا دلوقتي فتحت المسام، هستخدم بعد كده مقشر، هستخدم ماسك يتغلغل في البشره من جوه عشان خاطر يعالج لي، يفتح البشره. بعد كل الخطوات دي لازم استخدم حاجه تقفل مسام البشره، ماسك طمي، تونر، لازم حاجه تقفل لي المسام. يعني الدراسه والخبره في الموضوع ده بيفرق. عشان بعد كده يعمل لي بكتيريا ومشاكل في البشره. كان معانا صوره لجلسه تنظيف بشره، يا ريت تشوفوها لنا وتوريها لنا كده، يعني الناس تشوف. كانت بعد الجلسه على طول، هي العميله اللي بعتها لي. طب انا مثلا لو دلوقتي عملت جلسه تنظيف، في مثلا حاجات معينه بعملها بعدها؟ يعني مثلا ما احطش ميك اب، ما اتعرضش للشمس، ولا خلاص؟ لا يعني لا، انا خلصت الجلسه اقدر اتعامل عادي. بقول للعميله بعد الجلسه، بنصحها طبعا تستخدم غسول مناسب لبشرتها. لازم طبعا غسول مناسب لنوع بشرتها هي. لازم تستخدم الصوره معانا اهي تونر.
الصوره معانا، وفعلا وشها باين ان هو صافي صافي جدا، ما فيهوش اي حاجه. إيه لازم تستخدم تونر بعد ما تستخدم الغسول المناسب لنوع بشرتها. تستخدم حاجات ترطيب، حتى لو البشره دهنيه لازم تستخدم ترطيب. افراز الدهون ملوش علاقه ابدا بترطيب البشره. طب قولي لنا بقى نحمي البشره من الحبوب والبثور ازاي؟ هستخدم زي ما قلت، هستخدم غسول كويس، غسول مناسب لنوع البشره. هستخدم ترطيب كويس. هعمل جلسه المتوياج دي او جلسه تنظيف البشره دي كل شهر لو انا حسيت بشرتي محتاجه. لو انا مواظبه على جلسات تنظيف البشره دي في البيت، طبعا هستخدم الغسول ده يوميا. هستخدم هعمل ترطيب عشان احمي بشرتي من الالتهابات والجفاف. هستخدم تونر يقفل المسام ويحافظ على بشرتي. البشره اللي عندها حبوب، اقصد بقى يعني معلش اقصد البشره اللي عندها اصلا حبوب ازاي اعالجها؟ دي عند دكتوره جلديه. دكتوره الجلديه بتعرفني السبب لان انا طبعا يعني مش هبقى عارفه طبيعه. فانا بعرف البثور، بعرف الحبوب، لو في حبوب في البشره طالعه نتيجه البثور دي انا بعرف اعالجها. الخطوط الرفيعه، الحاجات الغائره اللي بتبقى في الوش دي اللي بعرف اعالجها. لكن الحاجات السطحيه دي بتبقى تخصص دكتور الجلديه. طب يعني هو تنظيف البشره بيقلل من الحبوب؟ طبعا. انا هسال على حاجه تانية، على الخطوط بقى الرفيعه، تنظيف البشره ليه فعلا تاثير عليها؟ يعني الخطوط اللي تبدا مثلا تظهر مش ببقى مثلا محتاجه بقى فيلر او بوتكس وخش في اتجاه تاني خالص؟ لا، ممكن تنظيف البشره يساعد. في زيت، في مجموعه زيوت طبيعيه، الزيوت اللي في الصيدليه، زيت القرفه، زيت القرنفل، الحاجات دي لما بستخدمها على بشرتي بانتظام وفي اماكن اللي ظاهر فيها زي السمايل لاينز اللي هنا زي اللي هي منطقه التي زون عموما، لو استخدمت الزيوت دي وعملت مساج انا بايدي في البيت من غير ما الجا طبعا لمراكز التجميل، طبعا بتفرق في بشرتي جدا. طب قولي لنا بقى نصايح كده للعروسه، بس بصي بقى للكاميرا وقولي لكل العرايس، قولي لهم نصايح كده قبل الفرح. بيجي لي طبعا عرايس كتير قبل الفرح عاملين وشهم شمع. الشمع ده اكتر حاجه بتطلع حبوب. انا واحده في يوم من الايام عملت شمع وكان يوم عيد وبوظ لي بشرتي جدا، طلع لي حبوب. يا ريت حبوب بيعمل ترهلات كمان يا ساره. على المدى البعيد بيعمل ترهل في البشره وبيعمل تجاعيد، اللي هي التجاعيد، الترهل دي اللي هي التجاعيد على المدى البعيد. طبعا بلاش شمع خالص قبل الفرح، لانه كمان في الميك اب بيأثر، بيغير في الميك اب. طب ازاي نزيل الشعر؟ بيبقى في ناس عندهم شعر هنا كتير قوي. هنعمل بقى، هنعمل فتله او باستخدام الشيفنج، بس هيبقى مره واحده. اللي هي الشفرات اللي طالعه جديده، اللي هي الفلامينجو، الحاجات اللي هي طالعه جديده دي، بس متخصص هو اللي يعملها. يعني حد متخصص هو اللي يعملها لها، مش هي اللي تعملها لنفسها. تمام. طب ايه طموحاتك الفتره اللي جايه يا ساره؟ يعني بتتمني بايه؟ انت ما شاء الله فتحتي بيوتي سنتر وبقيتي يعني من يمكن من اشهر الميك اب ارتست والناس اللي ليها علاقه بالعنايه بالبشره وكده، فقولي لي انت ايه بقى طموحاتك؟ عايزه توصلي لايه الفتره اللي جايه؟ انا طبعا حابه اكبر المكان عندي اكتر. حابه يعني اسافر اكاديميه الكسندر دباري تبع شركه لوريال. طبعا دي بنوصلها بعد، بس هتوعدينا ان انت بعد ما تحققي ده تبقي معانا تاني؟ اكيد طبعا ان شاء الله. تبقي معانا تاني باذن الله. ان شاء الله. ربنا يوفقك يا ساره، يعني نورتينا وشرفتينا جدا وانبسطنا معاكي جدا، ومبسوطين ان انت كنت يعني اخر ضيف معانا في اخر حلقه في السيزون الاولاني. ان شاء الله يبقى معانا بقى السيزون الثاني، تبقي معانا برده فيه ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا حابه اقول لكم كده حاجه سريعا. بعت لنا الاسبوع اللي فات شاب مصري، هو صاحب مصنع، يعني صاحب مصنع لسه مبتدئ على قده، مجموعه كده من عينات الطرح هو عاملها باسعار تنافسيه جدا، وانا اتبسطت بيها جدا بصراحه وقلت اشجعه ان هو عامل حاجات الكواليتي بتاعتها حلو، الخامه بتاعتها نظيفه ومحترمه جدا، وفي نفس الوقت السعر بتاعها يعني مش قادره اقول لكم. انا احنا هنفرد طرحه على الهواء. انا اتفاجئت بيه، هو بيبيع الطرحه ب 15 جنيه، يعني هو عامل اسعار فعلا بجد. يعني يا ريت نشجعه ونشجع بقى الصناعة المصرية، ونشجع تاني ان شاء الله مصر تقوم وتنهض تاني. ارقام التليفون بتاعته هتبقى موجودة على الشاشة، على الشاشة معاكم لو اي حد حابب يتواصل معاه، او بعتولنا على البيج بتاعت البرنامج واحنا نقول لكم تتواصلوا معاه ازاي على طول. بصوا طرحة هي على الهوا، هو اسمه ربيع الفيومي، ربيع كان معانا صور للمصنع بتاعه والطرح بتاعته. ان شاء الله باذن الله. هي الخامة كويسة جدا وحلوة، يا
يعني انا شايفاها قطن. انا اتبسطت كمان يا ساره، يعني عارفه اسعار يعني هو بيبيع حاجات باسعار خامه كويسه، وفي نفس الوقت الاسعار بتاعتها يعني على قد على قد الايد، يعني 15 جنيه اللي هو يعتبر الصور على الشاشه هي نور الصور بتاعته. هو عمل كمان الموضوع دوت للمشاهدين بتاع البرنامج بتاعنا سحر الهوانم، ومقدم لنا الطرح دي كهدايا من المصنع عشان نوريها لحضراتكم. ومعانا كنت عايزه كمان اشكر طبعا احنا برضو طول السيزون اللي فات متابعانا ومكمله معانا ومطلعين عينيها استاذه رشا جوده الصحفيه، طبعا انا بشكرها جدا، من جريده وطن نيوز، واستاذ ابراهيم المتولي رئيس التحرير. احنا بنشكرهم جدا على تعبهم معانا ومتابعتهم لينا طول الفتره اللي فاتت وطول السيزون الاولاني، وان شاء الله مكملين معانا في السيزون الثاني ان شاء الله. كان في صور ليهم يا ريت الاعداد ينزلهن، أستاذة رشا جودة وأستاذ إبراهيم المتولي، بنشكرهم جدا على تعبهم معانا يا نور. لحد ما الصور تجهز انا عايزة اقول لسارة احنا بعد ما نخلص احنا لينا جلسة سوا جوه يعني احنا ايه هنعمل كشف جوه عشان ايه، يعني انا الموضوع عجبني جدا واتبسطت فعلا ان انت رابطة الموضوعين ببعض، يعني كانت حاجة كويسة جدا. ودراسة الكيمياء فعلا نفعت في المجال ده، بحيث ان انا حاسة ان انت بتشرحي كل مادة بتفصيلتها. طبعا، ولازم افهم العميلة كمان، لازم تبقى قاعدة فاهمة ومقتنعة باللي هي عاملة في شعرها، بحيث انها عمرها هتيجي عند سارة عمرها ما هتضر شعرتها الشعر. انا بقول لكم روحوا يعني عن ثقه، روحوا وجربوا وتعاملوا مع ساره واكيد مش هتندموا ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم على خير السيزون اللي جاي، حلقه جديده، واشوفكم على خير. يا رب يكون السيزون الاولاني عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معانا بالضيوف اللي معانا. ان شاء الله السيزون اللي جاي فيه مفاجات كتير وفي ضيوف كتير، وساره هتبقى من اول الناس اللي موجوده معانا، لان فعلا اتبسطت بيها وبوجودها معانا النهارده. نورتينا يا ساره وشرفتينا، نورتونا مشاهداتنا ومشاهدينا. ان شاء الله لكم الموسم الثاني ونشوفكم على خير باذن الله. هتوحشوني هتوحشوني لحد بدايه الموسم الجديد. مع السلامه. السلام عليكم.